التويتا كابتن اسامه اول حاجه بدا بيها كده ما بين قوسين الاهلي بمن حاضر، ودي طبعا اكيد مرتبطه مثلا بغيابه، مرتبطه بغياب ديانج عن وغياب صالح جمعه. فما بين قوسين كده موصل رساله اعتقد مش بس للاعيبه النادي الاهلي، لا موصل كمان رساله للجماهير الاهلي بمن حاضر. انا اتمنى من اللعيبه النهارده وتبقى ليله المباراه دي ليله مهمه، لعيب لما يعني بيبقى في اوضته وقاعد على السير بتاعه، انت طبعا في ضغوطات عصبيه كبيره جدا قبل المباراه بتاعت بكره. صحيح. زي ما قلنا سواء في الشارع في على السوشيال ميديا ما بين الجماهير، كلام كتير في الاعلام، ده ما ينفعش يوصل بالصوره دي للاعب نفسه. لعيب النهارده لو وصل الملعب بكم الكلام ده وكم الضغوطات دي هتتحول لطاقه سلبيه عنده. بمعنى حلو ان هو توصله الرساله ان انا بكره رايح اكسب، عليا مسؤوليه، عايز افرح جمهوري. لكن مع ده كله لازم اللعيب النهارده يدخل بهدوء، لازم يبقى عنده تركيز، عنده ثقه في زمايله وثقه في اللعيبه كلها، ومع ده كله لازم يكون عنده هدوء. النهارده اللعيبه لو رجعت او استرجعت مشوار البطوله من بدايتها، وعايز اتكلم عن مباراه النجم الساحلي في الاول. واحنا في البطوله دي واجهتنا صعوبات كبيره، عشان عايز اوصل لكلمه الاهلي بمن حضر. لو كل لاعب حضر المشوار من الاول من بدايه النجم الساحلي، وانت بيطرد منك ايمن اشرف في اول خمس دقائق وتلعب 85 دقيقه ناقص، اكيد كان في لعيبه ناقصه في الفرقه. والاهلي روح اللعيبه وروح الجماعيه، روح القتال، روح الاصرار، الروح والعهد اللي هم قالوا للجماهير مره في مباراه صن داونز وهم واقفين في مباراه اللي احنا اتهزمنا فيها خمسه وجم هنا يعوضوا، كانت في استاد برج العرب، هنعوض ان شاء الله وهنفرحكم السنه الجايه. لو دايما الامال دي ودايما الصوره دي مرسومه عند اللعيبه، مش هنشوف مين اللي موجود في الملعب، لا ده حتى لو 11 ناشئ موجود في الملعب هنقدر يبقى عندنا تحدي كبير. ابتديناها بالنجم الساحلي هناك في تونس بصعوبات كبيره، لعيبه اثبتت، وكل الناس رغم الهزيمه في الوقت ده كل الجماهير اثنت على لعيبه النادي الاهلي. صحيح. تاني مباراه لما تيجي تقابل هنا النجم الساحلي باداء قوي وتكسب 1-0، روح بقى للتحدي والمباراه الكبيره اللي كان فيها ضغط عصبي كبير، بتقابل صن داونز عندك في ملعبك وانت حاطط في دماغك ده انا اتغلبت بنتيجه كبيره قبل كده، وبتكسب وبتحقق، وقبل ده كله باداء رجولي، والاهلي بمن حضر في المباراه دي بالعناصر اللي كانت موجوده. ما شفناش مين غايب وقتها، مين موجود، مين اصابات. وخلي بالك يا كابتن هاني، دايما الاهلي للاسف في كل البطولات بيلعب دايما عنده اصابات وعنده ايقافات وعنده وعنده وعنده، لكن دايما عندنا ثقه في اللعيبه الموجوده. روح للمباراه اللي كانت مهمه، مباراه الهلال السوداني هناك. مظبوط. هناك لازم تتعادل او لازم تكسب عشان تقدر تعدي. الهلال السوداني كانت مباراه كبيره، جماهير كبيره، ضغط عصبي، اجواء صعبه جدا في الصباح. اجواء صعبه، ممكن الجيل ده يعني اول مره يلعب في الاجواء دي في وسط الجماهير في وسط الضغط ده، يعني هم مش محظوظين الجيل ده انه بيلعب دايما في وسط الجماهير. فبتروح تتحدى نفسك، عندك طموحات كبيره، عندك تحدي كبير، عندك الاهلي بمن حضر في المباراه دي وبتقدر تعدي. روح للوداد في 2017 اللي خد البطوله منك على ملعبك وفي المغرب هناك، انت النهارده بتروح تكسبه في ملعبك وفي ملعبه وفي ملعبك. فالنهارده كانت المباراه دي الاهلي بمن حضر، فلازم النهارده اللعيبه عشان تدخل مباراه بكره لازم يبقى عندك ثقه كبيره، ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، ثقه في امكانياتك انت كلاعب، ان عندك امكانيات كبيره جدا، قدرت في مشوار البطوله في كل التحديات الصعبه دي انك تعدي وتوصل للمباراه النهائيه. علشان كده لازم بكره يبقى فيه مع التركيز ومع الاصرار ومع العزيمه لازم يبقى عندك ثقه انت كلاعب النادي الاهلي. طيب. لكن انت عندك ان شاء الله تقدر تفرح جمهورك بكره. طبعا يعني الكلام اللي وليد سليمان قاله، يعني انا واحد من الناس كنت اتمنى يكون موجود. اكيد. وليد ليه خبرات طبعا كبيره، لعيب مهم في الفريق حتى لو هو ما بيشاركش من اول مباراه، لكن ليه دور دايما مؤثر مع الفريق. ولكن يعني هنرجع نقول ان شاء الله الاهلي بمن حضر.